السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرة. بهذا الفيديو إن شاء الله نتكلم عن رد الألعاب النارية. نعم، رد الألعاب النارية الذي حدث يوم أمس. راح نستعرض الحقيقة إن شاء الله كما هي، ونبين إن بعض من العرب حقيقة فاقوا العدو، حقيقة فاقوا العدو بما يروجونه وينقلونه. تم ترويج هذه الصورة، وأيضا راح أنقل كلام لأحد الأخوة من فلسطين يتكلم عن هذا الموضوع من ناحية أخرى. هذا هو الذي تم ترويجه من بعض من الصفحات السعودية، والخبر كما تشاهدون الآن أن هذا صورة لوزير الدفاع الإسرائيلي يعني فرحان، ويستعرض الرد الذي كان على إيران. بينما لو رجعنا إلى الصورة الحقيقية سنجدها منشورة في 2022، وهذه الضربات الأخيرة الكل نشر، ووسائل إعلام جدا جدا يعني مشهورة بينت أن هذه الضربة كانت يعني لدى إيران أخبار سابقة، ولديها أخبار سابقة، ولديها معلومات سابقة من إسرائيل نفسها كون هذه الضربة ستكون في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان. فلماذا يا عرب لا تقولون ان هذه مسرحية كما تروجون ضد ايران وضد الشيعة؟ هذه النقطة الاولى. المنحنى الاخر او الزاوية الاخرى سيتكلم بها احد الاخوة من فلسطين عن هذه الضربة من ناحية سياسية. خليكم الفيديو بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اليوم كان الرد الاسرائيلي على ايران، كل واحد بيشوفها من زاويته. انا اراها صف او على وجه محمد بن زايد. ليش؟ لأنه محمد بن زايد وجاب مع محمد بن سلمان وتاع البحرين وعمل التحالف مع إسرائيل خوف من اللي بسميه الربع الإيراني، مشان يتصدوا للمشروع النووي الإيراني اللي هو بيحكي، رغم أنه هذا لصالح الأمة الإسلامية. لكن محمد بن زايد ومع بن سلمان ومع تاع البحرين ودينهم وقيمهم وأخلاقهم، جابوا الرقصات على جزيرة العرب، فتحوا النوادي بس ترضى عنهم إسرائيل مشان تحميهم، مشان يجوا تحت المظلة الإسرائيلية القوية، وخذ يوم وخذ وخذ بس تعال احمينا من إيران. حقيقة وصفعة قوية، لأنه هذا الإسرائيل اللي كنتوا تكبروا وتقولوا لنا شوفوا شوي شرح كيف إسرائيل ذل إيران وإسرائيل وبعتوا كل شيء، ما ظل عندكم لا شوي شيء، بعتوا كل شيء بس مشان تكسبوا إسرائيل اللي راح توقف وجه إيران. هاي إسرائيل لا بقى ما بدي لكم من شغلة، ولا سخت تقرب لا على المفاعل النووي، رغم انه الاسرائيليين الصحف الاسرائيليه بتقول نتنياهو خزانه فضحنا، الاسرائيليين الاوروبيين بيقول كانت فرصه نتنياهو الذهبيه، صار له ساعه بيحكي وراح تشوف ايران وراح نرجع ايران، فرصته الذهبيه انه ايران ضربته في عرق داره وصواريخ وهدته، وهو لعلع راح ينتقم، راح يعمل له فرتشن بس يحفظ شوي من ماء وجهه. لا بقدر ايران ولا مفع نووي، وانتو يا عربان السلام عليكم، واحنا الاسلام منتصر.